انا نعتبر اليسار التونسي جزء من اليسار التونسي هو اكثر اذا سلفيه من السلفيين واكثر اخوانيه من الخانوين. انا قلت انا كي نشوف اذا جزء من اليسار التونسي نشوفه كما كنت نقول لك بكري اللي هو فكره خلاصي وذاك علاش مثلا تشوف في بعض الاحياء الشعبيه يقول لك مثلا والله كان جحامه مش مول حضر حنتبعناه برشا تلقى هذه. اذا الفكر اليساري التونسي مازال ماهوش فكر يساري حديث بمفهوم او مثلا احنا في تونس اليساري ماهوش تونيزيفيه معناها خلينا نقولوا الي ان بو دي تونيزيفيه اما مازال ما عندوش المشروع بالرسمي مازال هو بيدو سياسوي. مازال تشوف انا كيفاش اليسار التونسي اليوم داخل في لعبه الانتخابات ويحب يربح انتخابات واكل خطاب ساعات خطاب مستوي معناها خطاب قريب اذا الى المحافظه ثم ما يحبوش يمسوا المؤسسات التقليديه فك علينا بالمشاكل ما فماش هذاك الجراه في الخطاب جراه البناء يا خويا فماش جراه بورقيبه المصلح اعتبر بورقيبه ثوري انا في 56 اعتبره ثوري الا تجرى وواجه المجتمع التقليدي.